أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أهم وأبرز العناوين في الصحف العراقية والعربية والدولية. نطالع على الهيئة نت. الميليشيات تغتال شيخ عشيرة شمالية بغداد. وعلى المدى نطالع، فصيل مسلح يهاجم سيطرة في شارع فلسطين ويقتل ويصيب 3 منتسبين. وعلى موقع كتابات العبادي يتهم نظام المحاصصة الحزبي بالمسؤولية عن خروقات وتزوير الانتخابات. وعلى الجزيرة نت، البحرين تنفي نيتها إعلان علاقات رسمية مع إسرائيل. وفي العربي الجديد نطالع. العراق، منصب رئيس الوزراء يعرقل الإعلان عن الكتلة الكبرى. وفي القدس العربي، الأمم المتحدة وواشنطن تطالبان بوقف العمليات العسكرية في جنوب سوريا. وفي الحياة، كتائب حزب الله تشتبك والشرطة وتريد شرق بغداد مربعا أمنيا. القضاء هو البوابة الفعلية القادرة على بسط العدل والإنصاف والشعور بالانتماء للوطن وعدم التخلي عنه، لأن العدل كما يقال أساس الملك. ولهذا الدولة التي تنتشر في ربوعها العدالة تجدها دولة منتجة. يقول الكاتب في موقع عربي 21 إن قرار سجن إناكي أوردونغارن زوج الأميرة كريستينا شقيقة الملك فيليبي السادس هو قرار جريء للقضاء الإسباني، يجعلنا في العراق نتوقف طويلا أمام آلاف الحالات التي يسرح فيها المجرم ويمرح فيها القاتل السارق بمجرد أن لديه صلة قرابة مع هذا المسؤول أو ذاك. موضوع الإجرام في العراق لم يتوقف عند مجرد عمليات السرقة والنهب والفساد المالي والإداري، بل وصل إلى تنظيم عصابات للقتل والخطف والاغتيال. ومن المؤكد أن كبار زعماء العصابات هم بعيدون وفي بروجهم العاتية ولا يمكن الاقتراب منهم. المكتشف للإعلام من هذه العصابات والجزء الأقل تأثيراً أو سطوة، ومما تم كشفه من تلك العصابات المرتبطة بكبار المسؤولين في الدولة، عصابة قتل واختطاف من بين أبطالها بن شقيق وزير المواصلات وأخرى داخل وزارة الصحة وقائدها شقيق وزيرة الصحة، وثالثة عصابة تهريب تابعة لوزير الزراعة. وقبل عدة أشهر اكتشفت عصابة خطف ومخدرات بقيادة ابن محافظ كربلاء، وغيرها المئات من العصابات التي تمارس إجرامها بأوراق رسمية وسيارات مدنية وعسكرية، بل وتتقاضى رواتبها من الدولة على اعتبار أنهم في واجب وطني، وربما هم في عداد المجاهدين في البلد. الملاحظ أن هذه العصابات تطورت من كونها عصابات محلية إلى عصابات إقليمية أو ربما دولية. ويضيف الكاتب: الحقيقة المؤلمة أن بعض زعماء هذه العصابات وعناصرها هم بمناصب مهمة في الدولة العراقية ولا يسيرون إلا بمواكب رسمية، بل ولهم سطوة كبيرة في عموم الدولة وبالذات على القضاء العراقي. على المدى نطالع، يعني كان تصرف الصدر في هذا التحالف مع كتلة الفتح ينبع من جهة كونه رجل سياسة، وهذا من حقه، ولكنه لم يتصرف بوصفه قائدا احتجاجيا إصلاحيا كما كان يعلن. هكذا يرى الكاتب فارس حرام في مقال بصحيفة المدى، حيث يضيف: لا أريد أن أقول إنه مارس خداعا من نوع ما، فهذا مما لا يمكننا الاستعجال به وننتظر حسمه إلى الأيام المقبلة، ولكن يمكن القول إنه استخدم الجزء السياسي من شخصيته بشكل مناقض للجزء الاحتجاجي الإصلاحي، وهذا ما أوقع جمهور المحتجين في وضعية المصدوم.
أن يتحالف الصدر وهو لديه 18% من البرلمان مع خصومه السياسيين الذين اشترك مع المدنيين في تظاهرات ضدهم طوال سنوات، فهذا لن يفضي إلى قيادة في البرلمان، وإنما سيعيدنا إلى مرحلة الشراكات الوطنية المزعومة التي جرى في ظلها نهب العراق وتخريبه منذ 2003، من دون أن تتمكن قوة الصدر البرلمانية أن تتصدر عملية تصحيح مسار العملية السياسية لسبب بسيط، أن الصدر لن يستطيع تحريك قانون واحد في البرلمان من دون موافقة خصومه السابقين شركائه الحاليين الذين طالما وصمهم بالفساد والطائفية والتخريب. فأي قوانين تصحيحية ستظهر في برلمان هذه تشكيلة كتلته الأكبر؟ أي فاسد كبير سيحاسب؟ وأي رأس سيطالب به القضاء بالعودة إلى مشهد إعلان التحالف؟ فإن الكلام عن شروط وضعها الصدر لنزع السلاح من الجميع وتسليمه للحكومة هو أشبه بمحاولات تجميل للتحالف. لا يمكننا تخيل هادي العامري وقيس الخزعلي من دون قوة مسلحة إلا في حالة واحدة، هي نقل هذه القوة إلى داخل القوات الأمنية العراقية لتكون شرعية بقوة القانون، وجعل ارتباطها بالمسؤولين الحكوميين الذين سترشحهم بدر والعصائب لتولي مناصب أمنية رسمية. ويضيف الكاتب: مسؤوليتي هنا كمحتج أن أخبر الصدر أن المحتج الفائز في الانتخابات لا يتوجب عليه تشكيل حكومة مهللة مع طبقة سياسية غالبيتها لصوص أو متسترون على لصوص، وأن معارضة هؤلاء شرف ما بعده شرف. في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن وطهران مزيدا من التوتر على خلفيات كثيرة، أكبرها الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، تقف بغداد على صفيح ساخن وتحاول ترتيب أوراقها بعد الانتخابات البرلمانية التي خلفت تداعيات كثيرة، لترسم الخطوط العريضة للعملية السياسية في البلاد للأعوام الأربعة المقبلة، وهي على يقين بأن العاصمتين طهران وواشنطن المختلفتين في كل شيء لا يمكن أن تتفقان بشأنها، وليس في مقدورهما في الوقت الراهن أن تكونا متفرجتين ودودتين تجاه بعضيهما، ولا تمتلكان القدرة الكافية التي تؤهلهما لكي تؤديا دور الوساطة الحاسمة بين الأطراف العراقية، وكل واحدة تريد الحكومة الجديدة في بغداد تابعة لها، بحسب الكاتب صبحي في موقع كتابات. ظاهر الحال يوحي بأن غالبية السياسيين العراقيين ينتمون لخطين سياسيين متباعدين، وبغداد ذاتها تعاني من التأثير الإيراني الواسع عليها من جهة، وتعد جزءا من منطقة النفوذ الأمريكي من جهة أخرى، ومشكلتها ليست قليلة، ومع ذلك تحاول الرهان على موقعها والتوازنات التي تخلفها، وتتجاهل الحديث عن حالة عدم التمكن من الالتزام بالمواعيد الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة، إما استهانة بالقانون والدستور أو رغبة في قلب الطاولة على رؤوس البعض، أو محاباة للسياسات الاستنزافية السابقة التي جسدتها حكوماتها السابقة ضد العراقيين، أو استمرار الاستراتيجيات الترقيع في ميادين السياسة، أو أن الذين يريدون تولي مقاليد الحكم لا يعرفون مستلزمات العمل في المعادلة العراقية، ولا تتوافر عندهم الثقة في قدراتهم وقدرات شركائهم في الوطن. واشنطن تعرف أن كلفة الفوضى أصبحت باهظة في العراق، ونتائج الأزمات المتتالية الجاثمة ستزيد الوضع تفاقماً، لذلك تعبر عن قلقها من انهيار العملية السياسية الهشة الموجودة في البلاد، خصوصاً أن داعش ما زال ينتشر في مناطق عديدة، ولدى طهران الكثير لتؤثر به على المشهد السياسي العراقي. هذا ما كتبه الكاتب صبحي ساليه في موقع كتابات، وتعليقي بالطبع: بين عصا طهران وصوت الأمريكان تجرع العراقيون كأس المرارة، وتلقوا كيلا من الضربات المؤلمة التي لا يمكن نسيانها.
يتفنن العراقيون في اختيار صور الزعماء الدينيين أو المراجع البارزة، سواء كانوا على قيد الحياة أو فارقوها، وكذلك إلصاقها على سياراتهم من أجل تسهيل عملية مرورهم عبر الحواجز الأمنية المنتشرة في عموم البلاد، معتبرين أن هذه الصورة أصبحت الضمانة الوحيدة للتخلص من تعقيدات الحواجز وبمنزلة صك براءة من أي اتهامات قد تواجه السائق، حتى وصل بهم الأمر إلى وضعها داخل المتاجر والمنازل بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. ويقول خالد ناهي، وهو أحد سائقي سيارات الأجرة في بغداد للعربي الجديد، إننا نجول في عموم بغداد ونتعرض لمساءلة وتأخير في الحواجز الأمنية، من أين أتيت وأين تذهب وماذا تحمل في السيارة وغيرها من الأسئلة التي تؤخرنا. تعبنا من هذا الروتين الذي يؤثر على عملنا ورزقنا، ولم نجد حلا أفضل من لصق صور زعامات دينية تدين أغلب قوات الأمن والميليشيات بالولاء لها للتخلص من هذه العراقيل. ويوضح، لقد اشترينا صورا ووضعناها على سياراتنا، وبعدها أصبح مرورنا سهلا للغاية عبر تلك الحواجز، حتى أننا لم نتعرض للتفتيش إلا في حالات نادرة جدا، مبينا أنه منذ ذلك الوقت بدأت هذه الظاهرة تنتشر في عموم البلاد، لكن هناك سائقين لا يستسيغونها وكل له رأيه. ويشير إلى أن هذه الخطوة تخلصهم من زحام الحواجز الأمنية، فرجل الدين في العراق لا ينفع في الفتاوى والسياسية والأمن والاقتصاد فقط، بل حتى في المرور بحسب تعبيره. لقد بنيت مؤسسات الدولة أساساً وفقاً للمنظور الطائفي، وأصبح الولاء فيها للمعتقد الديني أكثر من الوطني، لذلك بدأ منذ ذلك الوقت التعامل مع العراقي وفقاً لانتمائه، فالحواجز الأمنية تسأل من أين أتيت لتعرف المنطقة وتقيس الانتماء، فإن كانت ذات غالبية معينة يعني أن الشخص من الطائفة الفلانية، يتم التعامل معه وفقاً لذلك بحسب التقرير. للذين يظنون أن روح الرفض والتحدي والالتزام بثوابت أمتهم ووطنهم لدى شباب وشابات هذه الأمة قد ضعفت، أو أن قدرتهم على قول ألف لا في وجه تراجعات تلك الثوابت في الحياة العربية الراهنة قد تراجعت، أقول لهم بأنهم مخطئون وموهومون. هكذا يرى الكاتب علي محمد فخرو في مقال بصحيفة الشروق المصرية، لنتابع. هذا جيل لن يقبل قط بتمرير صفقة القرن المطبوخة في واشنطن وتل أبيب والمحلى في العاصمة العربية أو تلك، فهو يعرف الفرق بين الحق والباطل، بين الوقوف مع إخوة لهم مظلومين وبين طعنهم وطعن قضيتهم بخناجر الجبن وقلة المروءة. هذا جيل لا يعرف الخسة في تقديم المصالح المشتركة المؤقتة مع الخارج الاستعماري على روابط العروبة القومية وإخوة الإسلام والمصير الواحد في التاريخ والحاضر والمستقبل، ولذلك لن يتفهم قط ولن يقبل قط بالتصويت في محفل دولي مع دولة عدو على حساب دولة عربية شقيقة. هذا جيل لن ينجر إلى تقديم أي صراع وأي خلاف مهما كان موجعاً وغير مقبول مع أي دولة غير عربية على صراع أمته الوجودي مع الفكر الصهيوني ومشاريعه الاستعمارية الاستئصالية، وبالتالي سيرفض مصافحة اليد الملطخة بدماء إخوته حتى لو ألبست بألف قفاز من الكذب والمراوغة والابتسامات الشيطانية. هذا جيل لن يتنازل عن هدف وحدة أمته لتعيش منيعة أمام الطامعين في ثرواتها، عن هدف تحررها مع كل هيمنة استعمارية أجنبية، عن هدف انتقالها إلى ديمقراطية سياسية واقتصادية أساسها كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة الحقة والمتساوية.
ويضيف الكاتب: ولذا على الذين يراهنون أنهم سيخدعون هذا الجيل أو سيتلاعبون بعواطفه أو سيسكتوه بقطعة خبز جافة يرمونها تحت أرجله أو سيسلط عليه كتبتهم وفقهاءهم وإعلاميهم، عليهم جميعا أن يدركوا قبل فوات الأوان أنهم إنما يراهنون على أوهامهم وخداعهم للنفس وقلة مروءتهم، وليس على هذا الجيل النبيل الغاضب. عن دلالات التدخل العسكري التركي في العراق بعد سوريا، كتب محمد زاهد جل مقالا في صحيفة القدس العربي، قال فيه: بعد أن تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين تركيا وأمريكا حول منبج، بدأت التصريحات التركية تتوالى حول ضرورة تطهير جبال قنديل في العراق من التنظيمات الإرهابية، والمقصود من هذه التنظيمات بالدرجة الأولى هو تنظيم حزب العمال الكردستاني. واللافت للنظر أن المسؤولين الأتراك يتحدثون عن تدخل عسكري كبير داخل الأراضي العراقية في جبال قنديل وسنجار وغيرها، وهذا يعني أن التحرك العسكري التركي في العراق لن يكون بعيدا عن التفاهم مع أمريكا قبل الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية وحكومة إقليم شمال العراق أيضا. واللافت للنظر أيضا مع أنه تكرار التهديدات التركية للتدخل العسكري شمال العراق إلى أنه لم يصدر عن الحكومة العراقية ما يعارضها أو يندد بها، وهذا يؤكد أن البعد الأول وهو موافقة أمريكا على هذا التحرك العسكري التركي في العراق تم التفاهم عليه مع الحكومة العراقية أيضا. والأهم من ذلك أنه يثبت موافقة الحكومة الإيرانية على ذلك، بدليل أن الفئات المحسوبة على إيران في العراق لم تندد بالعملية العسكرية التركية المرتقبة، كما لم يصدر عن إيران تصريحات منددة بالعملية العسكرية التركية في العراق، بل هناك تصريحات تركية تشير إلى توافق إيراني على التدخل العسكري التركي في شمال العراق أولاً، بل واستعداد إيران لتقديم مساندة للقوات التركية لإنجاز مهمتها بنجاح، وهو ما يشير إلى أن العملية العسكرية التركية في العراق ستكون ضربة سريعة وقاصمة وغير طويلة الأمد، كما هو الحال في سوريا بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، بل إن القوات التركية ستنفذ مهمتها في العراق بشكل سريع ثم تعود إلى بلادها بعد إنجاز مهمتها فورا. إن تدخل تركيا في قنديل يؤكد أن الدول الثلاث تركيا، إيران، العراق أدركت المخاطر الحقيقية المحدقة بأمنها القومي، وأنها أمام مشاكلها الثنائية لا تملك إلا أن تتحد لمنع إقامة كيان كردي انفصالي غريب سواء في سوريا أو في العراق، وأن هذا الإصرار التركي الإيراني على مواجهة مخاطر الحركات الانفصالية في سوريا وفي العراق سوف يوفر عليها خوض حروب أهلية مفتعلة على أراضيها في المستقبل بحسب الكاتب. كشفت دراسة جديدة أن معظم الديناصورات ربما لم تكن قادرة على استخدام لسانها، وأنه كان على الأرجح ملتصقا بأرضية فمها مثل التماسيح. تخالف هذه الدراسة العرف المتوارث في الأفلام السينمائية عن هذه المخلوقات، وخاصة ديناصور تيركس، إذ أكد الباحثون أن الصورة النمطية التي تظهر الديناصورات تمد ألسنتها صورة خاطئة.
وفحص علماء الأحافير الثلاثة عشرات الأنواع الحية من الزواحف والطيور فحصاً دقيقاً، وأجروا مسحاً لرؤوسها وأحياناً تشريحاً للعينات لدراسة بنية لغتها، وهكذا أسسوا علاقة بين حركة اللسان وشكل عظم معين وهو العظم اللامي أو العظم اللساني الذي يقع لدى الإنسان فوق الحنجرة تحت قاعدة اللسان. لنتابع معا الوجه الآخر لحرية التعبير. نشكر لكم طيبة وحسن المتابعة وإلى اللقاء.